نجمنا الكبير طبعا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير جدا استاذ حسن مستكاوي اللي كان وحشني جدا ويعني بيشرفنا النهارده في كوره كل يوم. استاذ حسن ازي حضرتك؟ الحمد لله يا كريم. منور. الله يخليك. منور دايما. الحمد لله. ساكن. الله يخليك يا استاذ حسن. نجمنا الكبير طبعا كابتن مصر وبرنس الكوره المصريه كابتن اشرف قاسم. ازيك كابتن اشرف؟ ازيك كابتن كريم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك. كله تمام؟ يعني كله تمام. انا سعيد بالقامتين اللي قدامي الكبار دول. بقالنا فتره ما تقابلناش. طبعا اخر مره حسن وحشني جدا. انا كنا مع بعض في السوبر. طيب احنا اليومين دول بنتكلم في قصه. استنى بس. اليومين دول بس؟ لا احنا اليومين دول مركزين في القصه بس برضه بقالنا سنين. طب بطلع لك عناوين انا كاتبها من 25 سنه. لا اكتر شويه. لا ما انا عارف اني فاكر مش عايز اكتر شويه. انا بجد عبد الوارث حسن. لا استنى بس. من وانا في الناشئين انت كنت بتكتب على اصلاح الكره المصريه. لا اطلع لك عناوين مش كفايه عناوين بس. ايوه. مكتوبه في الاهرام. يعني متوثقه اللي عايز يطلع عليها يروح يبص عليها. ايوه. بالظبط من ده مبدئيا يعني من 20 سنه وقبل كده كمان. يعني احنا كنا كده من 20 سنه؟ لا احنا كده من سنه 60 من سنه 62. في اللخبطه بتاعت الدوري دي. طب أنا, انا ما حضرتش. اسمع انا اتولدت سنه 78. ما انت ما حضرتش. انا هضطر احلف والله العظيم احنا في ده من سنه 62. نعم بالطريقه دي الدوري بيخلص في شهر 8. بص الكره اتطورت والصناعه اتطورت وفي حاجات كتيره اتطورت وبالتالي المشاكل اتطورت. يعني حتى شكل المشاكل والازمات اختلف. بقى فيها تطور. وتطور. يعني الاول كنا بنقول ان مثلا المنتخب بتاعنا مش واخد يلعب في افريقيا. نقص الاكسجين بيأثر عليه. الجمهور الافريقي كان بيخوفنا. الملاعب وحشه. دي كانت مجرد ازمات بنتكلم في الرحله لافريقيا شاقه. كانت مبررات برضه. دي كانت طبعا دي كانت مبررات. لكن دلوقتي كل حاجه مش مظبوطه. مش مظبوطه. ما عندناش مدربين. مفيش حاجه اسمها تراخيص مدربين. ايوه. اللوائح كلها عايزه تتغير بدليل اخر ازمه بتاعت بيراميدز وسموحه. ما انت لازم تبقى عامل حساب. ده النهارده الماتش ده تم استكماله. ايوه يعني. أيوة. انا فاهم يعني لكن كانت ازمه. ازمه كبيره. الاكاديميات لازم انت عارف في فرنسا من 30 سنه ومن 40 سنه كان عندهم ازمه فابتدوا يصلحوا الكوره. عملوا حاجه اسمها كلير فونتين او يعني جامعه لكره القدم. أيوة. للمنتخبات الفرنسيه. احنا عندنا حاجه اسمها فندق او فندق المنتخبات. لا مش فندق المنتخبات. إيه؟ اللي في 6 اكتوبر مشروع الهدف. مشروع الهدف هو مركز تدريب المنتخبات القوميه. أي. وانا متهيألي المنتخبات القوميه بتاعتنا مش بتتدرب فيه خالص. لا بيستفيدوا منه ولا بيعملوا اقامات فيه ولا في دراسات ولا في محاضرات. أي. بيروحوا يقعدوا في فنادق 5 ستارز.